بسم الله. بلشت موهبتي مع نادي طرابلس، كان عمري 2007 بلشت مع براعي. الحمد لله بنفس السنة رحت منتخب براعي مع قطر، يعني انت بتذكر كفينا مع نادي طرابلس يمكن 13 سنة، منهم حققت بطولة الناشئين، كمان خدنا بطولة كأس لبنان مع نادي طرابلس وطلعنا لعبنا بآسيا. رجعت رحت سنة لعبت بالاجتماعي كمان درجة أولى، رجعت على إعارة يعني، رجعت على نادي طرابلس كمان لعبت معه موسم. طلعت احترفت بتايلاند آخر موسم اللي بسبب الوضع اللبناني انتقى الدوري وهيك، فطلعنا. بتشكر نادي طرابلس اللي ساعدني بكل مرحلة حياتي، كانوا واقفين معي الإدارة السابقة والإدارة الجديدة. جاني كذا عرض قبل ما اجي على الانصار هون لبنان، وحتى من برا في كذا عرض اللي بتعرف برا بعدها كان شوي موقف بسبب كورونا. وانا صراحه لما فات الانصار انه قلت لهم لنادي طرابلس ما بدي اطلع لبرا، خليني مع انه انتقل على الانصار، لانه نادي الانصار غني عن التعريف ما بدي احكي، وخصوصا في رئيس مثل رئيس نبيل بدر، يعني قد ما احكي معها اوصفه كما بيقول هو الجنتلمان. والحمد لله هلأ هي تجربة جديدة لي بهذا النادي، لازم أكون قد المسؤولية. تعرف نادي أنصار، ضغط جمهور، نادي مطالب بطولات، إن شاء الله أنا قد المسؤولية. وأنا إنسان بحب التحدي، وأنا بإذن الله حأسعد الجمهور وحأسعد كل حدا وقف ووثق فيني. وبدي أتشكر جمهور الأنصار وجمهور طرابلس والإدارة، إدارة طرابلس وإدارة الأنصار، والحمد لله. أنا مثلت منتخب لبنان كل الفئات، ومنهم فئة تحت 23 لعبتها مرتين مع اللي أكبر مني مع اللي عمري. مشان المنتخب الأول ها في فرصة قدامنا، ما فيني أقول لك كل واحد بيحلم إنه يلعب كنزة المنتخب الأول، صعب إنه الواحد يوصل له. أنا جاهز لهذا التحدي، بعدين بدنا نشوف الإدارة المستلمة هلا، الكابتن جمال هو ما بيضيع حق حدا، إن شاء الله الله كريم يكرمنا نفوز بالمنتخب الأول. حظوظ المنتخب في شوية صعوبات هلا بسبب كورونا، هذا على كل العالم، بس في تحدي شوي قدام اللعيبة ولازم يشدوا هم بدهم شوي، إن شاء الله بنقدر نعمل نتيجة بالبطولات الجاية. واخيرا بدي اختم اتشكر كل شخص وقف حدي وساندني لصرت بنادي الانصار، منهم ما بدي احكي غير عن كلود خرمة اللي وقف حدي دائما كان بكل المواقف حدي. واخر شيء بدي اقول لجمهور نادي الانصار، انا ان شاء الله حابذل كل جهدي لحتى ارضي هالنادي وارضي هالجمهور. في ضغط كبير، خصوصا انه هلا ما في اجانب وانا حكون يمكن محل اجنبي، هذا ضغط بدل الضغط ضغطين. ان شاء الله حكون قد المسؤوليه وبوعدكم يرجع الانصار ياخذ البطولات باذن الله.